نوعية الأستاذ أوباما، نوعية ما يقدم من طرب أصيل. يعني أنا بس دائما بقول إنه لما يكون فنانين بقول لا عايز أسمع مسموع، لأنه ما قاعد يجذبني الحد الخاص عموما، يعني أو طارق أذني القديم. فلما أستاذ أوباما قبل الحلقة قال لي أنا حاسمحكم خاص، ففعلا راجيك أنا واحدة من الحاجات اللي حسيت فيها، ما أكذب عليك، حسيت فيها نفس إبراهيم عوض. هل كلامي صح؟ الراحل الله يرحمه، صح؟ فيها حتة كده أو حاجة منها أو نعم. جميل. فيها زيدان برضو كمان. هو كله زيدان. هي عجينة خلطة. أيوة خلطة بين أوباما وزيدان وإبراهيم عوض. نعم. والواحد طبعا مسؤوليتنا كلنا طبعا. والله أنا طبعا طبعا متأثر بإبراهيم عوض شديد، والله يرحمه ويغفر له، وزيدان إبراهيم وحمد الريح. يعني ممكن الثلاثي ديل ممكن شكلوا عز الدين أوباما. جميل. على ذكر المرحوم إبراهيم عوض، ممكن تسمعنا حاجة؟ ليلى. جدا شكرا، وأنا بشكرك لأن أنا بعتبرها هدية لي. أي حاجة من عندك أو زيدان، لكن إبراهيم ظريف. عايز تسمع معي إبراهيم عوض؟ أيوة أيوة طبعا أكيد. نحن عشاق الفن القديم. أيوة يعني الفن القديم زيدان برضه، يعني قديم برضه زيدان رهيب أكيد. لكن بحث صوته، طريقة أدائه، انا بعتقد انها هي ابراهيم عوض صراحه. انا تيبيكالي حافظ لابراهيم عوض ممكن 98، ما بين 90 ل 98 عمل، يعني انا مرجع. وانا الوحيد ممكن في الدنيا ابراهيم عوض رحمه الله عليه قابلته. سمح لي. نعم، عندي صور معاه وفي بيتي المتواضع هنا، وانا الوحيد في الدنيا. قال لي يا ابني انا ما قاعد اقول لزول ما يغني اغنيه.